قبل أن نواصل أخبارنا ومحطتنا الاقتصادية، لا بأس أن نتوقف عند آخر المستجدات الواردة. أين تمر اليوم الذكرى 38 لوفاة العقيد عبد الحفيظ بوصوف مؤسس جهاز المخابرات الجزائرية إبان الثورة التحريرية؟ العقيد بوصوف الذي استطاع تجنيد بعض الوزراء في الحكومة الفرنسية لصالح ثورة الجزائر يستذكر اليوم رفقاء دربه مآثره وخصاله. فنتابع تغطية لعبد الحي عبد الجبار. أن أول لقاء مع الرئيس هو لبومدين في الثورة التحريرية، وكان يخمم في حاجة أخرى أهم من الرصاص، هو يعني تجنيد الأطر الموجودين، يعني حتى يخلق سلاح جديد نتاع المخابرات، نتاع الوقايه، نتاع يعني الاتصال. يعني مثلا تكلم السيد على الاذاعه، اعطانا كل الايضاحات، ولكن ما لازم لي انا نزيد على الكلام نتاعو. هو سير مخابرات اللي كانت تلتقط المعلومات تدرسها وتلخصها وتعطيها للاجهزه اللي تستعملها، سواء أجهزة الأفلان جبهة التحرير اللي تستعملها كسلاح دبلوماسي إلى آخره وسياسي إلى آخره، سواء أعطيها للجيش التحرير الوطني اللي كان يستعمله في الميدان باش يتغلب على الوحدات الفرنسية، بس يعرف